أسعد الله أوقاتكم أيها السادة والسيدات. يسعدنا في هذه الحلقة الجديدة أن نتحدث عن الصراع القائم في منطقة الخليج وفي المنطقة العربية بين الولايات المتحدة وإيران، أو ما يسمى بالحروب الكلامية بين الدولتين. لا يخفى عليكم من طبيعة الحال بأن منطقة الخليج تعيش وضعا يتسم بالتوتر في ظل احتدام الصراع بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران. هذا الصراع من طبيعة الحال يترجم في حروب إعلامية وكلامية حادة بين الطرفين. من المؤشرات العامة لهذه الحروب الكلامية، أولا تحول المنطقة العربية منذ سنوات إلى ساحة حرب مفتوحة على كل الواجهات، في سوريا، في العراق، في اليمن، وكذلك في ليبيا، وهناك مناطق يعني مؤهلة أن تفتح فيها جبهات جديدة. تحول الصراع الأمريكي الإيراني إلى حروب نفسية، كل دولة تستخدمها حسب حاجياتها الإيديولوجية وحسب حاجياتها الاقتصادية وحسب توسعاتها. فقد تحول الصراع الأمريكي الإيراني يعني بعد فترات من شد الحبل بين الطرفين إلى محاولة التصعيد بين الجانبين. ترامب بشخصيته يعني معروفة أنه يرفع من نبرته ويهدد بضرب 52 موقعا إيرانيا. من طبيعة الحال إيران لن تسكت على هذا الأمر وتحاول جاهدة مهددة الولايات المتحدة الأمريكية بأنها ستفتح جبهة جديدة بمنطقة الخليج العربي وبمناطق أخرى عبر فيالقها وعبر آلياتها وأدرعها المتواجدة بمنطقة الخليج. ولكن الصورة العامة لدول الخليج أنها ترتهن وخصوصا بطبيعة الحال السعودية والإمارات ترتهن أو في حالة من الانتظارية القاتلة في ظل تغير الخريطة أو في ظل تغير خريطة التحالفات البينية القديمة بين الدول العربية. فمن جهة يعني الوضع العام العربي يتسم بالتأزم، والسعودية والإمارات ومعهم قطر يعني لا يسمح بالاعتماد على الحلفاء التقليديين. على سبيل الذكر، المغرب الذي شارك إلى جانب التحالف العربي وإلى جانب السعودية بإرسال 13,000 جندي يجد اليوم نفسه بعيدا عن هذا التحالف بسبب الفتور والجفاء مع بعض دول الخليج، خاصة الإمارات التي بدأت تقترب بشكل كبير وتضع مصالحها بالجزائر، وكذلك العلاقات المتوترة إلى حد ما بين السعودية والمغرب في أكثر من جانب. أما ما يخص الجيش المصري فقد دخل في دوامة وعلى خط تماس مع الجيش التركي في ليبيا المترامية، وأبعد هذا الصراع على النفط وعلى الحدود وعلى الإطلالة نحو البحر الأبيض المتوسط، وينشغل يعني ينشغل الجيش المصري بالقضية الليبية، ومأزوم كذلك في الجنوب مع إثيوبيا. بالنسبة للجزائر التي تعيش ما بين البين، تعيش وضعا مأزوما بسبب الحراك الشعبي الذي طال وأرخى بدلاله على الوضع العام. في ظل هذه الأوضاع العامة والمتغيرات والتلاسنات الكلامية التي تدربت إيران على إجادتها بشكل جيد
والولايات المتحدة الأمريكية تتقن هذه التلاسنات وهذه الحروب الإعلامية وتخلق هذه الضجة الإعلامية في ظل وضع يتسم بالملتبس. فالولايات المتحدة الأمريكية بترسانتها العسكرية والإعلامية تحاول خلخلة هذا الوضع من جديد في أفق أن تركز مصالحها أو أن تتركز مصالحها بشكل كبير في المنطقة دون الخروج منها بطبيعة الحال. في ظل منطقة تتسم بحدة التنافسية الاقتصادية عبر التنين الصيني وعن طريق الحرير أو عن طريق روسيا ومحاولة التمركز في سوريا ويعني أن تتمدد رويدا رويدا في المنطقة دون أن تنسحب. هذا هو الوضع العام بالمنطقة العربية وفي ظل الصراع الدائر بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران. ولكن السؤال الكبير، من يدفع الثمن في المنطقة العربية؟ الإجابة من طبيعة الحال إنه الإنسان العربي. إلى لقاء آخر أيها السادة والسيدات، دمتم في رعاية الله كل التقدير والمودة. قبل ما تخرجوا ما تنسوش تابوناو في لاشين يوتيوب وبارتاجيو الفيديو مع أصحابكم في مواقع التواصل الاجتماعي، وما تنسوش ديروا جيم.